السلام الله عليكم مشاهدي ومتابعي قناة زديد تي في في كل مكان. مرحبا بكم في حلقة جديدة ودر جديد. في هذا الفيديو أعزائي الكرام سوف أريكم أفضل أنتي فيروس لأندرويد وأفضل تطبيق لاختراق الواي فاي لأندرويد طريقة فعالة 100%. ابقوا معي لنبدأ بأفضل تطبيق أنتي فيروس لهواتف الأندرويد، Power Security أنتي فيروس Clean. إذا كنت تشعر بأن هاتفك يحدث به شيء ما غير طبيعي مثل إرسال رسائل دون إذن وتعتقد بأن أحدهم قام باختراق هاتفك لأندرويد، فيجب عليك أن تبدأ في استخدام تطبيقات فحص الهاتف والحماية من الفيروسات فورا. وعلى الرغم من أن تلك النوعية من التطبيقات متوفرة بكثرة على المتاجر الإلكترونية إلا وأن القليل منها فقط هو الفعال والذي يعطيك نتائج حقيقية، ويعتبر تطبيق Power Security Antivirus Clean واحد من أفضل تطبيقات الأنتي فيروس لهواتف الأندرويد. فهو يقوم بعمل فحص كامل لهاتفك الأندرويد ويعطيك تقرير مفصل إذا كان هاتفك يحتوي على أي مشاكل أو أحد البرمجيات الخبيثة والتي يكون سبب وصولها إلى هاتفك هو زيارة المواقع الغير آمنة. كما يعتبر هذا التطبيق Power Security Antivirus Clean من أشهر تطبيقات الحماية في متجر جوجل بلاي، فلقد حصل على عدد مرات تحميل يتراوح بين 10 و 50 مليون تحميل، هذا بالإضافة إلى تقييم ممتاز وهو 4.5 من أصل 5 نجوم. كما يحتوي هذا التطبيق الرائع على العديد من المميزات، فهو يعمل كمضاد للفيروسات ويقوم بتأمين اتصال الواي فاي الخاص بك ويقوم بالمساهمة في زيادة سرعة الهاتف بصورة كبيرة من خلال التخلص من التطبيقات التي تعمل في خلفية الهاتف والتي تأخذ جزء من المساحة العشوائية للهاتف والتي يطلق عليها البعض الآخر الرامات. كيفية استخدام هذا التطبيق هي سهلة. أولا تقوم بفتح التطبيق على هاتفك واستظهر أمامك واجهة التطبيق، قم بالضغط على كلمة فول سكان كما هو موضح أمامك. ثانيا بعد ذلك انتظر قليلا حتى ينتهي التطبيق من عمل فحص الهاتف، فهو يقوم بفحص جميع التطبيقات الموجودة على الهاتف، هذا بالإضافة إلى ملفات المتواجدة أيضا، وذلك في محاولة للعثور على أي نوع من البرمجيات الخبيثة والتي تكون مدمجة في تلك الأنظمة والملفات. ثالثا بعد الانتهاء سيظهر لك تقرير بالمشاكل المتواجدة في الهاتف، وللتخلص منها قم بالضغط على كلمة Resolve Selected. رابعا وبهذا أصبح هاتفك الأندرويد آمن تماما خالي من أي نوع من الفيروسات. كيفية تحميل هذا التطبيق هي كالعادة، حتى تتمكن من تحميل التطبيق قم بفتح الرابط الموجود في الأسفل في الديسكريبشن باتباع الخطوات والتي قمت بتوضيحها أصدقائي العديد من المرات في الفيديوهات السابقة، ويمكنك استخدام التطبيق هكذا بكل سهولة. ولننتقل مشاهدي الكرام إلى أخطر تطبيق لاختراق الأجهزة المتصلة معك بشبكة الواي فاي، Desploit APK. دائما ما يحاول الكثيرون تعلم طرق الاختراق من وقت لآخر للدخول في هذا المجال، يحتاج الكثير منهم إلى أن يقوم باستخدام نظام لينكس نظرا لتوفره على عدد كبير جدا من الأدوات التي تساعد على عمل العديد من المهام كطرق اختراق الواي فاي وغيرها. ولكن اليوم جئت لكم بتطبيق سيمكنكم من تجربة الكثير من طرق الاختراق من خلال هاتفك الأندرويد فقط، وهو تطبيق Desploit APK. وبالرغم من وجود العديد من التطبيقات الأخرى التي تمكنك من اختراق الأجهزة المحيطة بك، إلا إنها تحتوي على العديد من الثغرات الأمنية والتي تقوم باختراق هاتفك بمجرد تثبيتها. لذلك يتميز تطبيق Desploit APK بأنه خالي من جميع تلك الثغرات وآمن تماما. شرح هذا التطبيق، إن شرح استخدام التطبيق في غاية السهولة والبساطة وغير معقد بالمرة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون متوفرة على هاتفك الأندرويد حتى تتمكن من استخدام تطبيق Desploit APK دون أي مشاكل. أولا يجب أن يحتوي هاتفك على صلاحيات الروت حتى تتمكن من استعمال التطبيق، وإذا كنت لا تعرف ما هو الروت تستطيع مراجعة الفيديوهات السابقة، وتستطيع أن تقوم بعمل روت لهاتفك من خلال كينج روت، وإذا لم تنجح تلك الطريقة أيضا توجد عدة طرق لعمل الروت. ثانيا بخلاف صلاحيات الروت، تأكد من قيامك بتحميل بازي بوكس لهذا التطبيق المهم للأندرويد وتثبيته على هاتفك حتى تتمكن من تشغيل تطبيق Desploit APK على هاتفك. ثالثا بعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين ستقوم الآن بتحميل التطبيق من الرابط المتواجد في الديسكريبشن، قم بتثبيت ملف الـ APK على هاتفك بالطريقة المعروفة والتي قمت بشرحها من قبل. ملحوظة، تأكد من اتصال هاتفك بشبكة واي فاي أثناء استخدام التطبيق لأنه لا يعمل على 3G أو 4G. وبهذا أكون قد وصلت لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم من حلقة اليوم. المرجو الضغط على زر الاشتراك لكي تتوصلوا بباقي حلقاتنا قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. Peace.